الأنبا بكل بركو وضع يده على راسه. قالوا الأنبا بكل بركو وضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. وسمع صوت من السماء حقق كل النبوة جاهد وفلوسك سما بالأصوام والعبادات. وسمع صوت من السماء حقق كل النبوة جاهد وفلوسك سما بالأصوام والعبادات. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. وتنيح الأنبا بيقول ويحلش نودة محله قاد الدير في أحسن حال بحكمته وحبه. وتنيح الأنبا بيقول ويحلش نودة محله قاد الدير في أحسن حال بحكمته وحبه. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. خالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه. خالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. ويتابع نظام الشركة حسب القديس باخوميوس والأخ يمضي تعهده من قبل حياة التكريس. ويتابع نظام الشركة حسب القديس باخوميوس والأخ يمضي تعهده من قبل حياة التكريس. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. والرهبان زاد عددهم صاروا 1800 وبنادر آخر ليهم عظيم وفي حضنه كنيسة. والرهبان زاد عددهم صاروا 1800 وبنادر آخر ليهم عظيم وفي حضنه كنيسة. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. صار الأنبا شنودة ضياء المسكونة بعظاته قوانين رهبان مع رؤساء وضعها مع مقالاته. صار الأنبا شنودة ضياء المسكونة بعظاته قوانين رهبان مع رؤساء وضعها مع مقالاته. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه. قالوا الأنبا بكل بركو ووضع يده على راسه وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله
ورئيس المتوحدين والقدوة للقديسين. وحضر مجمع المئتين في افسس مع البابا كيرلس، بكتنا سطور اللعين وصار علامة تتقدس. وحضر مجمع المئتين في افسس مع البابا كيرلس، بكتنا سطور اللعين وصار علامة تتقدس. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. خالوا الأنبا بجول باركو ووضع يده على راسه، خالوا الأنبا بجول باركو ووضع يده على راسه، وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله، وطلب بركته وقال له هتصير أب الدير كله. ورئيس المتوحدين وقدوة للقديسين. السلام لك اذكرنا في الكنيسة المنتصرة، ننجو والنور خلصنا ونقابلك يوم النصرة. السلام لك اذكرنا في الكنيسة المنتصرة، ننجو والنور خلصنا ونقابلك يوم النصرة. يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين، يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين، يا رئيس المتوحدين وقدوة للقديسين.